فإن مشاغل الإنسان لا تنقضي. إلى متى والإنسان في شغل وفي مشاغل، ويعني يجعل لنفسه نصيبا في هذه الليالي الفاضلة، يزيد من الوقت المخصص للطاعة والعبادة، وربما لا يدرك مثل هذه المواسم من عام قابل، ربما يكون الأجل قريبا وهو لا يشعر. فاجتهدوا رحمكم الله، وأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا. وينبغي للمسلم كلما تقدم به العمر يكون إلى الله أقرب، فاجعل رمضان هذا العام تكون حالك فيه، اجعل حالك في رمضان من هذا العام خيرا من حالك في الأعوام السابقة. كلما تقدم بك العمر كن إلى الله أقرب. أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته.